جينا نحن هون بعفرين متضامنين مع الأستاذ بريتا، هي تضامن مع الخاوية تنديدا بالقصف الروسي للمناطق المدنية في إدلب ولريف حماة. وقفتنا هي إنسانية، ونحب يوصل صوتنا لكل المنظمات الدولية وللمجتمع الدولي، لمجلس حقوق الإنسان، للأمم المتحدة، يوصل صوتنا أنه نحن ضد الإرهاب هذا اللي عم يصير، ضد القتل، ضد الدمار اللي عم يصير بسوريا. تضامنا مع كل الغيورين على أطفال سوريا، إن أدوات الإجرام الروسي لم تقف يوما عن قصف أولادنا في إدلب. أطفالنا اليوم يموتون خفا وغرقا وجوعا ولا أحد يبالي. فاليوم يقف معنا فقط الثوار الشرفاء الصادقين المخلصين في كل العالم، يقفوا من أجل أطفالنا. ونحن اليوم نعلنها وقفة مع هؤلاء الأبطال الشرفاء، نقف وقفة احتجاجية على استمرار قصف إدلب بالصواريخ الغربية والصواريخ الروسية وكل متفجرات والصناعة الروسية. لعل هذه الاحتجاجية تحرك شيئا في دماء الغرب فيتضامنوا مع أطفال إدلب ويوقفوا هذه الهجمة البربرية على إدلب وأطفالها. شباب